بدأ العد العكسي والاستعدادات تجري على قدم وساق لأول تجربة انتخابية يخوضها الليبيون منذ 30 عاما. ظاهريا تبدو الأمور متوافقة مع معايير الأجواء الانتخابية، الشوارع تضج بملصقات المرشحين في حملات أكد نحو 3 ملايين ليبي، أي ما يعادل 80% ممن يحق لهم الانتخاب، رغبتهم المشاركة في حسم نتائجها. ولكن ولهاش لزمة أصلا الصورة بكل، أنا نبي شن في مخه، شن برنامجه. تساؤلات مشروعة يرى الكثير من المراقبين بأنها ستقف عائقا أمام العملية الانتخابية المرتقبة، فالمطلوب نظريا من الليبيين اختيار أعضاء الجمعية الوطنية الذين سيساعدون لاحقا في تعيين رئيس للوزراء وصياغة الدستور الجديد للبلاد. مهمة عمليا لن تكون بالسهلة. عزيز الله هكي عزيز، باع الناس باع دمهم، نحن الكسر والتكسير هذا نتيجة حب جديد. هذه المشاهد التقطت في بنغازي، المدينة الشرقية التي يصفها الكثير من الليبيين بمهد الثورة ضد القذافي، محتجون بالمئات يقتحمون مقر مفوضية الانتخابات، يضرمون النيران بأوراقها. بغضبهم هذا يطالبون بحكم ذاتي للأقاليم الشرقية، يهاجمون المجلس الوطني وسياساته، ومن هنا يرفضون الانتخابات ويهددون بنسفها حتى قبل أن تبدأ. الكلام اللي صادر من مجلس برقة أن يجب مقاطعة هذه الانتخابات مقاطعة كاملة، عدم المشاركة فيها، نأمل أنها لا تجري، ربما إيقاف تسكير الحدود في الوادي الحمر، وربما في المنطقة الشرقية، وربما في المطار. مجلس الإقليم الذي سبق أن أعلن حكما ذاتيا هدد بمنع وصول الانتخابات إليه، في تهديد يخشى المراقبون أن يفجر مواجهات مسلحة. فهذه الملصقات الديمقراطية لا تخفي واقعا يدركه الجميع هنا، ألا وهو أن السلاح يبقى موجودا وبكثرة في أيادي ميليشيات رفضت التخلي عنه، بل أن بعضها يرى في الديمقراطية المنتظرة تهديدا مباشرا لقناعاتها ولوجودها.